اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطيه المستمره مع حضراتكم على شاشه اكسترا نيوز للتعرف على اهم واخر المستجدات. نبداها بالحديث عن حاله الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس مائل للدفء في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة في الليل على أغلب الأنحاء. يتكون السقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظات الوادي الجديد. أوضحت الهيئة أن حالة الطقس تتأثر بشبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. أشارت إلى وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة. للمزيد من التفاصيل إذا تنضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور منار، بعد التحية، بالتأكيد أننا في هذا الشهر من العام وهذا الفصل يكون هناك الكثير من التوقعات التي نريد أن نتعرف عليها، إذا إليك الكلمة. دكتورة منار، يبدو أن دكتور منار ليست معنا على الهاتف حتى اللحظة، لكن على كافة الأحوال مشاهدينا الكرام ما زلنا نحاول أن نتواصل معها حتى نعرف المزيد من التفاصيل عن أحوال الطقس في الأيام القادمة والتحذيرات والتنبيهات وما الذي من الممكن أن نتقي أن نقع في مشكلات بسببه. انضمت إلينا الآن عبر الهاتف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور منار، أهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا استاذه دعاء، واهلا بكل الساده المشاهدين. دكتور منار، بالتاكيد ان هذا الوقت من العام الكل يريد ان يعرف التوقعات بالنسبه للايام القادمه، ما التحذيرات التي من المفترض ان نعرفها؟ هو طبعا احنا بالفعل يمكن بدانا من امس ترتفع درجات الحراره خلال فتره النهار، وبدات درجات الحراره تكون اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي قيم تتراوح من درجتين، ممكن توصل كمان في بعض الايام لاربع درجات. يمكن ده نوهنا عنه من الهيئه العامه للارصاد الجويه ان في كتل هوائيه صحراويه هتاثر علينا، الكتل الهوائيه الصحراويه دي هتكون مرتفعه في قيم درجات حرارتها، كمان في تاثير لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بالشكل الكبير، عدم وجود اي سحب مؤثره، ده هيخلينا نحس بالارتفاعات في قيم درجات الحراره. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ما بين 21 و22 درجة مئوية، الارتفاعات دي هتكون بصورة تدريجية فهي مستمرة معانا لحد يوم الأحد القادم إن شاء الله، واللي فيها العظمى على القاهرة الكبرى هتفضل 23-24 درجة مئوية خلال فترة النهار، فهنبدأ نحس بمزيد من الدفء ومزيد من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال فترة النهار. نعم. لكن فترات الليل هيظل فيها انخفاض في قيم درجات الحرارة بشكل كبير، خاصة في فترات الليل المتأخرة اللي هي وقت الفجر وقت الصباح الباكر، هتظل فيها الأجواء شديدة البرودة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، فهيكون في فرق في درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، الفرق ده كبير، الناس ممكن تنخدع بأشعة. ده موجود حتى في الوقت الحالي، يعني بالنسبة لامبارح وبالنسبة للنهاردة ده اللي موجود على أرض الواقع بالفعل، إن في الصباح الباكر وفي الليل درجة الحرارة مختلفة تماما عما هي موجودة وقت سطوع الشمس. بالفعل، وخاصة كمان لو بتحرك تحت أشعة الشمس وأنا موجود في الشارع هحس بالدفء بشكل كبير، فبنأكد بلاش تخفيف الملابس، بلاش تغيير نوعية الملابس بشكل كبير، خاصة لو احنا بنخرج فترة الصباح الباكر بنروح أشغالنا أو بنرجع من أشغالنا فترات الليل المتأخرة. دايما في حالات استقرار في الأحوال الجوية الظاهرة الجوية اللي بتبقى متأثر دايما هي الشبورة المائية، واللي متوقع بكرة إن شاء الله توصل لتكون شبورة مائية ضبابية، يعني توصل لحد الضباب، يعني الرؤية الأفقية على الطرق بتنخفض لأقل من 1000 متر، ممكن أحيانا الرؤية الأفقية تنعدم مع الشبورة المائية اللي بتوصل لحد الضباب، وخاصة في الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. مع تكون الشبورة المائية بشكل كثيف بيكون تقريبا الساعة 3-4 الفجر تستمر معانا حتى سطوع أشعة الشمس، يعني هتكون مستمرة معانا تقريبا للساعة 8 و9 صباحا، فمهم كمان نحذر من
يعني القيادة على الطرق فترة الصباح الباكر لازم تكون بحذر شديد، لازم نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات، نتبع كافة تعليمات المرور. ممكن لو احنا هنخرج نخرج بعد ميعاد زوال الشبورة المائية، لو احنا طبعا نقدر نأجل مشاورنا بعد الساعة 8 و9 صباحا. متوقع ان شاء الله زي ما قلنا الارتفاعات دي مستمرة معنا لحد يوم الحد اللي جاي، لكن زي ما نوهنا من خلال نشراتنا بالأمس في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ان من يوم الاثنين اللي جاي هيكون في انخفاضات ملحوظة في قيم درجات الحرارة. الانخفاضات دي هتكون بمعدل 4 لـ5 درجات، هيكون في منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا بيأثر علينا بشكل كبير، هيكون كمان في كتل هوائية شمالية شديدة الانخفاض في قيم درجات حرارتها على سطح البحر المتوسط، فبالتالي هيكون في أمطار متفاوتة الشدة على محافظات شمال البلاد اللي هي السواحل الشمالية والوجه البحري، انخفاض في قيم درجات الحرارة، كمان هيكون في نشاط للرياح يخلينا نحس بالبرودة والأجواء الشتوية بشكل كبير. فالفترة دي فيها تقلبات جوية في درجات الحرارة بين النهار والليل بين الأيام وبعضها. طيب أمطار متفاوتة الشدة ماذا تعني؟ هل من الممكن أن تكون في مناطق مثلا أمطار خفيفة وأمطار متوسطة في مناطق أخرى، أم من الممكن أن تكون شديدة في مناطق معينة؟ هو مصطلح أمطار متفاوتة الشدة يعني أمطار بتختلف شدتها من محافظة للثانية، يعني بعض طبعا المحافظات هنلاقي عليها أمطار مع بين المتوسط ممكن تزيد وتغزر أحيانا في بعض المحافظات الساحلية، خاصة أن هي دايما بتبقى قريبة من المنخفضات الجوية والرطوبة اللي بتبقى جاية من على البحر المتوسط. بتبقى الأمطار كل ما تقدمت للمحافظات الداخلية كميتها بتقل، يعني لو أنا بدخل لمحافظات جنوب الوجه البحري بلاقي كميات الأمطار ما بين خفيف لمتوسط، ممكن كمان بعض فرص الأمطار توصل لمناطق من القاهرة الكبرى بكميات أقل. فهنبدأ نشوف أجواء شتوية وتقلبات جوية من يوم الاثنين اللي جاي، بس نأكد تاني إن وارد جدا يحصل تغير في توزيعات الضغط أو في التنبؤات الجوية، فعشان كده احنا في فترة التقلبات دي مهم جدا يوميا نتابع نشرات الجوية. نعم دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، جزيل الشكر لك. أما فيما يتعلق بحالة الطقس على مستوى العالم فنتحدث عن موجة من الثلوج والبرد الشديد تضرب من جديد فرنسا بسبب وصول منخفض يعرف بإيرين والذي يؤثر على النصف الشمالي من البلاد. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إنذار الثلج البرتقالي وهو مستوى متقدم لمواجهة الثلوج في 25 إقليما فرنسيا. من المتوقع أن يصل سمك الثلوج إلى 20 سنتيمتر في إقليم أو دو فرانس حسبما أفادت الأرصاد الجوية، والتي لا تزال تتوقع تساقط الثلوج في شرق البلاد. تشهد القارة الأوروبية تقلبات جوية حادة أدت إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وخاصة في ألمانيا. يتوقع أن تصاحب المنخفض الجوي الذي سيضرب جنوب غرب ألمانيا وسطها ثلوج قد تبلغ سمكات أو سمكتها 40 سنتيمتر وجليد قد يتشكل على الطرق وأضرار في البنية التحتية. موجة جديدة من الطقس السيء والعواصف والبرد غير المسبوق تضرب معظم الدول الأوروبية في تطور يعكس الوجه السيء للآثار الكارثية للتغير المناخي، وينذر بمزيد من التقلبات الجوية ويضرب ناقوس خطر للعالم لضرورة أخذ الأمر على محمل الجد.
ففي فرنسا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية إنذار الثلج البرتقالي بسبب وصول منخفض إيرين، والذي يؤثر على النصف الشمالي من البلاد، وهو مستوى متقدم لمواجهة الثلوج في 25 إقليما فرنسيا، حسب ما أفادت الأرصاد الجوية التي توقعت استمرار تساقط الثلوج شرق البلاد. أما في ألمانيا، تعرقلت حركة الطيران والقطارات وألغيت جميع الرحلات المغادرة من مطار فرانكفورت جراء التحذيرات بشأن تقلبات الطقس، مع استعداد البلاد لتساقط الثلوج بغزارة، وسط توقعات بأن تصاحب المنخفض الجوي ثلوج كثيفة خاصة في ولاية بادن فورتنبرغ، فيما أغلقت المدارس وأبوابها في أجزاء كبيرة من ولاية بافاريا أكبر ولايات ألمانيا بسبب الظروف الجوية. وفي السويد المجاورة، أدت الثلوج الكثيفة إلى العديد من حوادث المرور في غرب وجنوب البلاد، ما تسبب في تكدس مروري خانق، وطالبت الشرطة المواطنين بعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى، فيما أصدرت وكالة الأرصاد الوطنية في السويد تحذيرا للعاصمة ستوكهولم من رياح قوية تترافق مع ثلوج. تلك التداعيات القاسية أجبرت كذلك مطار أوسلو على تعليق الملاحة الجوية بسبب تساقط الثلوج الكثيفة، كما أصدر معهد الأرصاد النرويجي تحذيرات من ثلوج كثيفة ورياح في المنطقة المحيطة بالعاصمة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة. دكتور علاء، بعد التحية، الحالة الجوية والطقس في القارة الأوروبية، هل هذا هو الأمر الطبيعي الذي يحدث في كل وقت من العام بالنسبة للوقت الذي نحن فيه، بالنسبة لشهر يناير وفبراير وما شابه، أم أن حالة الجو والطقس والثلوج أصبحت مختلفة؟ لا طبعا مختلفة بشكل كبير، واحنا عايزين نقول ان عام 24 هيكون مليء بالطقس القاسي على جميع او في جميع انحاء العالم على فكرة، وده بسبب برضو التغيرات المناخية اللي احنا دايما بنحذر منها. فما النهاردة ما لو اتكلمنا على اوروبا وحتى مصر متأثرة بها دلوقتي، يعني جنوب شرق اوروبا حضرتك في التقرير قلت فعلا موجود هناك في ثلوج بكثافة ودرجات حرارة منخفضة جدا، وده برضه أثر على مصر على فكرة. يعني مصر حاليا اللي تتعرض له من طقس قاسي وانخفاض شديد في درجات الحرارة خاصة بالليل، ده برضه بسبب منخفض الجو القادم بينا من جنوب شرق أوروبا. فالعالم كله مرتبط ببعض، وعشان كده بيقولوا التغيرات المناخية شيء خطير جدا. برضه عندنا هنا لو تلاحظي في الفترة اللي فاتت عندنا ارتفاع نسبة الضباب بشكل كبير جدا، وانا هنا بحذر معلش الناس، للاسف عندنا برضو في الجو عندنا ملوث شويه، فالروسيلات اللي موجوده او المواد العالقه اللي هي اقل من 1% مايكرون دي خطيره جدا على اصحاب الامراض الصدريه او حتى على الناس الطبيعيين. يعني فناخد بالنا كويس قوي الايام دي، لان الطقس بقى قاسي جدا على مستوى العالم واحنا برضو متاثرين به. الشيء الغريب برضو الولايات المتحده برضو ان فيها، يعني دلوقتي اللي احنا موجودين فيها في حالات جفاف، يعني حضرتك في فيضانات وفي طقس قاسي في امريكا مش اوروبا بس. وبعدين عايزين نعز الكلام ده لظاهره النينو النهارده زادت شدتها بشكل كبير جدا. وظاهره النينو زي ما بنقول هو التذبذب الجنوبي او الانسو بيسموه، ودي سلسله من احداث الاحترار والتبريد. يعني احترار التبريد اللي في تبريد اسمها لا نينا. فالنهارده الكلام ده كله زادت حدته بشكل كبير جدا، وده طبعا في المحيط واثر على محيط الهادي واثر طبعا على امريكا ودول العالم كلها، بجانب زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان اوروبا النهارده تتعرض الى طقس شديد جدا، واحنا برضو خدنا من الحب جانب لان نزلنا شويه في مصر اللي هي ايه المنخفض الجوي اللي كان حصل في اوروبا القادم من اوروبا، وده ادى الى يعني سيفير او اكستريم ويذر او اللي هو الطقس الشديد جدا على اوروبا وعلى مصر. واحنا بنقول عندنا نستعد 2024 هيكون اكثر
او يكون مليء بالطقس القاسي في جميع انحاء العالم. وده برضو بنقول يا جماعه التغيرات المناخيه، يا جماعه الوقود الاحفوري، يا جماعه هتدمروا العالم. وبعدين بنتكلم في الكلام ده كله، وللاسف الشديد في بعض الدول خاصه البتروليه والصناعيه مش متاثره بهذا الكلام على شكل. لكن من الممكن أن يعلق أحد ويقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا معتادة على مثل هذه الأجواء، فكرة الثلوج، فكرة أن يكون هناك رياح، فكرة أن يكون هناك عواصف، إذن ما الجديد ولما كل هذه التحذيرات؟ من الممكن أن يكون هذا هو الرد. والله أنا بتكلم على حتة إيه؟ يعني الولايات المتحدة كان المفروض الأيام دي بقى فيها ثلوج، النهاردة فيها جفاف، ويعني الجو متلخبط، يعني ما فيش سيستم. الواحد كنا عارفين شهر يناير وفبراير بيحصل في اوروبا ايه، وامريكا بيحصل فيها ايه، ومصر بيحصل فيها ايه. النهارده ممكن تلاقي جالنا يوم في الشتاء حر برضه نتيجه اي منخفضات جويه او اي تغير في الطقس بشكل عام. النهارده حضرتك الموضوع بقى غير، يعني النهارده النشرات الجويه بقى انا ما بصدقهاش، يعني بيني وبينك لان الوضع اصبح خطير جدا ومفيش حد يقدر يتوقعه. يعني ممكن بعد ساعة ساعتين يتغير الجو نتيجة التغيرات المناخية السيئة للأسف اللي العالم كله لازم يتضافر وإنه يتعامل مع وقود النظيف وإنه وقود الأحفوري. زي ما بقول مصر النهاردة، مصر تضرب العالم مثل كبير جدا، وعايزين يعني يا ريت كله يحذف حذو مصر، لأن مصر النهاردة بتنتج الهيدروجين الأكثر، وإن مصر النهاردة بتعمل الطاقة الجديدة والمتجددة المتمثلة في الرياح ومتمثلة في الطاقة الشمسية. لكن النهاردة استخدامنا للكميات الكبيرة جدا دي وإنتاج غازات الدفيئة بشكل ده هيدمر العالم، واحنا شايفين كل سنه مختلفه عن السنه اللي فاتت. يعني السنه اللي فاتت قلنا مفيش شتاء، السنه دي الشتاء جاي جامد، شيء غريب جدا. نعم، دكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الاقليمي لعلوم الفضاء بالامم المتحده، جزيل الشكر لحضرتك. ومشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا مع حضراتكم لختام هذه التغطية بالنسبة لهذه الساعة، لكن بالتأكيد أن التغطيات والمتابعات الإخبارية دائما ما تكون مستمرة مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.